السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي كاملين فيديو جديد. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة معكم بجرة، ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش كتوصلوا إن شاء الله بكل جديد الوصفات. ومرحبا بكم كاملين في القناة. الوصفة اللي جيت نقدم لكم اليوم إن شاء الله عبارة على رغيفات اللي غادي نحضروهم معمرين في الفرن، كيجيو هائلين مقرمشين. غادي تسمعوا معايا دابا القرمشة اللي كتكون في هاد العجينة اللي غادي نحضر لكم اليوم. فبصراحه كيجيو لذاذين بزاف، وغادي نحضرهم ان شاء الله بطريقه اللي هي مختصره. كتحضروا كميه اللي هي كثيره ديال هاد الرغيفات، ما كتحسوش نهائيا بالعيا، فكتحضروا كميه اللي هي كثيره كيف ما ذكرت لكم. مكونات الوصفه فغادي تلقاوها كمكتوبه في صندوق الوصف في اول تعليق اسفل هذا الفيديو. ما تنسوش اخواتي قبل ما تتابعوا الوصفه ديال اليوم خليوا لي لايك ديالكم وبارطاج، الله يجازيكم بخير. ودابا يلاه معايا ان شاء الله باش نتعرفوا على المكونات ديال هاد الرغيفات. على بركه الله، اول حاجه غادي نحضروها هي العجينه باش كنخليوها ترتاح الوقت اللي ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا الحشوه باش غادي نعمروهم. فعندي هنا كيف ما كتشوفوا معايا الدقيق الفورس، بالنسبه للكميه اللي استعملت انا 500 غرام، ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العنبه. ضفت عليهم معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، ممكن تعوضوها كذلك بملعقة ديال العسل، معلقة صغيرة كيف ما شفتوا معايا ديال الملحة. وغادي نضيف هنايا رأس ملعقة ديال الخميرة ديال الحلويات اللي هي بيكنج باودر. غادي نزيد عليهم هنايا بنفس الملعقة اللي هي صغيرة، كندير هنايا ملعقة صغيرة ديال الخل الأبيض. واخر حاجه غادي نضيفها هي زيت المائده، فغادي نضيف هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت. وبالنسبه للكميه اخواتي فانتم اللي كتحكموا فيها، بغيتوها كتضعفوا الكميه اولا تنقصوا منها على حسب الرغبه ديالكم. وغادي نعجن الكل بالماء اللي كيكون عادي من الصنبور، ماشي دافي وماشي بارد. صافي كنبقى كنضيف الماء شويه بشويه وانا كنجمع مزيان هاد المكونات. وغادي نذكر لكم بالضبط شحال دخلت انا ديال الماء بالنسبه لهاد نص كيلو ديال الدقيق. وكيف ما دائما كنقول لكم، بالنسبه للكميه ديال الماء كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، فكل نوعيه كتختلف من طبيعه الحال على الاخرى. صافي هنا بعد ما ضفت الكاس الاول، فخديت الكاس الثاني بديت كنضيف فيه حتى ولات عندي العجينه بحال الشكل ديال العجينه ديال الرغيفات اولا المسيمنات، كتكون مرطبه بزاف وماشي قاصحه. بالنسبه للكميه اللي خدات ليا فخدات ليا كاس عامر، والكاس الثاني فبقات ليا تقريبا منه واحد جوج معالق كبار. صافي من بعد وضعت هكا العجينه. بالنسبه لهاد العجينه ما غاديش تحتاج اننا ندلكوها، فدرتها هنايا فوق سطح العمل، وفقط غادي غير نديها ونجيبها غير واحد شويه حتى نتاكد ما كاينينش عندي دوك التكتلات ديال الدقيق. صافي من بعد كناخذ هكا واحد البلاستيكه اللي دهنتها في الداخل ديالها بشويه ديال الزيت باش هكا العجينه ما تلتصقش ليا. غادي ندير فيها العجينه، غادي نسدها مزيان باش هكا داك الضغط اللي كيكون في الداخل هو اللي غادي يخلي لي هاد العجينه كتولي هكا ملسه، وفي نفس الوقت غادي تولي بحال الا مدلوكه. غادي نخليها ترتاح وندوز معكم نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه فكتبقى اختياريه، تقدروا ديروا هذه كتجي لذيذه بزاف. فاحتاجيت انايا جوج حبات من البصله اللي قطعتهم قطع اللي هي صغيره. عندي هنايا جوج حبات من الفلفله، انا عندي متواجده غير الفلفله خضراء، الا عندكم الفلفله في الالوان فكديروا هكا الفلفله في الالوان. عندي هنايا حبه وحده كبيره ديال الجزر اللي حكيتها بالحكاكه الجهه اللي كتكون رقيقه، حبه وحده ديال القرعه الخضراء حتى هي محكوكه بجهه اللي كتكون هكا رقيقه. واستعملت هنايا معهم مع هاد الحشوه حبه وحده ديال البطاطا حتى هي محكوكه فكتجي هكا لذيذه بزاف. صافي من بعد عندي هنايا كميه ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعته قطع اللي هي صغيره. وبالنسبه للتوابل فغادي نحتاج هنايا كميه ديال الخرقوم البلدي، تقريبا واحد نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، راس معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال السكنجبير، فص واحد كبير ديال الثوم، الا عندكم بودره ديال الثوم فكديروها. عندي هنايا راس ملعقه ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال الهريسه. ومن طبيعه الحال غادي نحتاج شويه ديال الجبن الاحمر وزيت المائده، تقدروا انكم تخلطوا ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. صافي بالنسبه للطريقه فهي سهله بزاف، فكناخذ ديك الخضيره اللي عندي فكنضيف ليها هنايا تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت،
كنضيف عليهم معلقه صغيره ديال الملحه، من بعد كنوضعهم على نار اللي كتكون مجهده من طبيعه الحال باش هكا الخضر كطيب بسرعه، وفي نفس الوقت ما كتطلقش عندي الماء. بعد ما كتهبط ليا الخضر كيف ما كتشوفوا معايا كطيب، فكنضيف لي هذيك الكميه اللي عندي ديال الدجاج، وكنخلط الكل حتى كيطيب عندي الدجاج واحد شويه. من بعد كنضيف ليه التوابل مع الهريسه، وهنا ضفت معلقه صغيره ديال التوابل الخاصه بالدجاج او بالشاورما، فنسيت ما درتهاش لكم مع المكونات او مع التوابل. بعد ما كطيب لكم الحشوه فكتحتفظوا بها هكا في الجنب حتى كتبرد عندكم. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نحضروا العجينه اللي غادي نحتاجوا ليها هنايا كميه ديال زيت نباتيه باش غادي نطلقوها ان شاء الله. وغادي نحتاج تقريبا 41 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها. فبالنسبه للزبده اللي استعملت، فانا استعملت هكا مارغارين الخاصه بالتوريق. صافي، من بعد كناخذ هكا العجينه بعد ما كنحيدها هكا من البلاستيك. شوفوا معايا كيفاش كتكون، فكتجي هكا مرخوفه ومدلوكه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، كنبقى دائما كندهن بشويه ديال الزيت، وكنشكل هكا جوج ديال الكويرات. فقسمت هنا العجينه على النصف كيف ما كتشوفوا معايا، فالعجينه الوجه ديالها كيكون ملس، هذا دليل على ان العجينه راه كتكون هكا مدلوكه مزيان ملي كنخليوها ترتاح. صافي، من بعد كنبسطها هكا، فكتلقوا العجينه ديالكم كيف ما كتلاحظوا معايا حتى يبان لكم هكا سطح العمل، باش هكا ان شاء الله هاد الرغيفات ديالكم يجيكم باين فيهم دوك التوريق في الداخل. وبالنسبه لي انا فخدمت بهم مباشره. حاولوا انكم اللي تكوروا هكا دوك جوج ديال الكويرات ديال العجينه، حاولوا تخليهم غير واحد جوج دقائق يرتاحوا، باش هكا ان شاء الله تطلق لكم العجينه بكل سهوله. صافي، انا كيف ما شفتوا معايا فطلقت العجينه على شكل هكا شويه اللي كيكون هكا مستطيل وكيكون شفاف واحد شويه. من بعد كندهن غير بشويه ديال الزبده، كنطويه على شكل العادي اللي كنديرو هكا المسمنات. صافي، وكنحتفظ بها في الجنب، وغادي ندوز ان شاء الله باش نطلق العجينه الاخرى اللي من طبيعه الحال كتوضعوها هكا في البلاستيك باش كترتاح لكم. بنفس الطريقه في الاول كندهن فقط بالزيت، كنطلق العجينه على شكل مستطيل حتى كيبان ليا هكا سطح العمل. من بعد كندهنها كيف ما شفتوا معايا بالزبده، فما كتحتاجش كميه بصراحه ديال الزبده. صافي، وكطويوها هكا كيف ما شفتوا معايا الشكل العادي اللي كنطويو به المسمنه ديالنا. صافي، وغادي ندوز دابا ان شاء الله باش نشكلوا هكا هاد الرغيفات. فكناخذوا اول وحده اللي طويناها، كنطلقها كيف ما شفتوا معايا على شكل اللي كيكون هكا مربع، وكيكون السمك ديال العجينه يكون هكا متوسط، ماشي رقيقه بزاف وماشي تاني غليظه. من بعد كناخذ هكا القطعه ديال البيتزا، وكنقطع هكا التسعود ديال القطع، فكنقطع في اللول 3 ديال الاشرطه. من بعد كندير بالجهه المعاكسه كندير 3 ديال الاشرطه، وهكا كنتحصل على تسعود ديال الرغيفات. فالطريقه بصراحه طريقه اللي هي مختصره، وكتجي طريقه اللي هي سهله بزاف. من بعد فانا فرقت هنايا، قسمت الحشوه باش هكا تجيني الحشوه مقاده فيهم كاملين، فانا قسمتها في الاول. صافي، من بعد كنوزع هكا الحشوه في الوسط، كندير عليهم شويه ديال الفرماج حمر. وبالنسبه للطريقه فكناخذ هكا هاد الجوانب وكنطويوهم بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا، فراه واضحه لكم في الفيديو. وكناخذ هكا حبه واحده ديال الزيتون كنديرها هكا في الوسط، باش هي اللي كتقبض ليا ان شاء الله هذيك العجينه اللي كتكون في الوسط. وهذا هو الشكل ديال الرغيفات كيف ما كتشوفوا معايا. غنعاود معكم الطريقه مره اخرى. فكتاخذوا هذوك الجنيبات كطويو هكا على زوج، من بعد كتاخذوا دوك الجنيبات الاخرين وكديروا هكا حبه واحده ديال الزيتون في الداخل. فطريقه اللي هي واضحه بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم اخواتي ديال نص كيلو ديال الدقيق، فكتخرج لينا 18 قطعه ديال هاد الرغيفات او 18 رغيفات. صافي، من بعد كنستمر بحال هكا، كنبقى دائما كناخد هذوك الجنيبات هما اللي كنطويهم كيف ما شفتوا معايا على الوسط، وهكا كيكون الشكل ديال الرغيفات كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كنطويهم وكنديروا ليهم زي. بنفس الطريقه كناخذ العجينه اللي بقات عندي، فكنطلقها على شكل مربع والسمك ديالها كيكون متوسط. وكناخذ هكا القطعه ديال البيتزا، كنقطع تسعود ديال المربعات كيف ما كتشوفوا معايا اللي كتكون هكا متساويه. من بعد كنوزع هكا الحشوه في الوسط، وكندير عليها الجبن الاحمر.
الا ما عندكمش الفرماج حمر فتقدروا انكم تستغنوا عليه، ماشي مشكل، ولكن كيعطينا واحد الاضافه اللي كتكون هكا لذيذه بزاف بالنسبه للحشوات. صافي، من بعد كنجمع دوك الجوانب وكندير حبه واحده ديال الزيتون اللي غادي تقبط ليا العجينه في الوسط. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي ونتلقى بكم ان شاء الله. هنايا بعد ما كملت الرغيفات، فكيف ما ذكرت لكم هذه الكميه ديال نص كيلو ديال الدقيق فكتخرج لكم هكا 18 قطعه، ومن طبيعه الحال كتبقى هكا على حسب نتوما الحجم ديال الرغيفات اللي غادي ديرو. صافي، هنايا خديت كيف ما كتشوفوا معايا بيضه كامله اللي طربتها ودرت ليها شويه ديال الخل، من بعد كندهن هكا الرغيفات الفوق ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا. بغيتو تزينوهم هكا بشويه ديال البافو اولا شويه ديال الزنجلان فعندكم كامل الاختيار. بالنسبه ليا انا غادي ندهنه فقط بالبيض. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب، فملي بديت كنشكل هكا في الرغيفات فشعلت الفرن على اعلى درجه باش كيسخن عندي الفرن مزيان والزبده ما كتذوبش ليا، وكيجيوني هاد الرغيفات من طبيعه الحال مقرمشين كيف ما شفتوا معايا. بعد ما كتدخلوهم الفران اللي كيكون هكا سخون فكديروا درجه حراره اللي كتكون هكا متوسطه تقريبا 180 حتى 170 درجه، كتخليوهم اخواتي شاعل عليهم غير من التحت حتى كيبداو هكا كيتشمعوا كيبان لكم بداو كيتحمروا. من بعد كتزيدوا كتنقصوا عليهم النار 100 درجه وكتخليوهم اخواتي حتى كيتحمروا لكم من الاسفل، وكتشعلوا لهم الفوق حتى كيولي اللون ديالهم الذهب كيف ما كتشوفوا معايا. وهادو هما الرغيفات بعد ما خرجتهم، فمازال عندي لطا واحده اخرى راه هي كطيب عندي في الفرن. فكيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالهم راه كيجي هكا زوين بزاف، كيجيو محمرين لذادين، وتقدروا انكم تحتفظوا بكميه اللي هي كثيره في المجمد وقت ما احتاجيتوها فكتجبدوهم كتسخنهم وكيوليو هكا مقرمشين بحال الا عاد صوبتوهم. غادي نسمعكم دابا التقرمشه مره اخرى. فبصراحه كيجيو روعه، ان شاء الله هتجربوه مع اخواتي وغادي يعجبكم انا متاكده. وبالنسبه للحشوه فكتبقى هكا اختياريه، تقدروا ديروا اي حشوه نتوما كتفضلوها. نتمنى الوصفه ديال اليوم اخواتي تعجبكم، ما تنساونيش بلايك وبارطاج كيف ما ذكرت لكم، والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه، ومرحبا بكم من طبيعه الحال. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.